السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مراجعة جديد تعليم ابتدائي. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو 80 صفحة 88. عندنا ليكزيرسيس 3، جو ريدوي لا فيغور اختزل الشكل، تالي فيغور سويفون و تيارس يعني الثلث على 1 على 3. إذا غادي نحسبو طول الأضلاع ديال هاد الشكل و غادي نقسموهم على 3 و غادي نشوفو الشكل المصغر اللي هو الثلث ديال هاد الشكل. إذا عندنا نحسبو أطول ضلع، عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، الطول ديالو هو 9. إذا إلا قسمنا على 3 عطينا هي 3، إذا هاد الضلع غادي يصبح الطول ديالو 3 ديال المربعات. نحسبو 1 2 3، عندنا هنايا 3، 1 2 3. عندنا الضلع الموالي، عندنا 1 2 3، الطول ديالو إلا قسمنا على 3 عطينا هو 1. إذا غنحسبو ناخدو هنايا مربع 1 ونشوفو المضلعات الضلع الموالي، 1 2 3، الطول ديالو 3، غادي يصبح إلا درنا 3 على 3 غادي يصبح الطول ديالو هو 1. غادي نشوفو المضلع الموالي، عندنا 1 2 3، إذا غادي يصبح الطول ديالو أيضا هنايا 1، إلا قسمنا 3 على 3 يولي هو 1. لخدينا الضلع الموالي طول ديالو 3، 1 2 3، 3 إلا قسمناها على 3 عطينا هي 1. إذا غناخدو مربع 1، مربع أو الضلع الموالي طول ديالو عدد ديال التربيعات 1 2 3، إلا قسمناها أيضا على 3 عطينا هي 1. عندنا الضلع الموالي طول الضلع ديالو عدد التربيعات 1 2 3، إلا قسمناها 3 عطينا هي 1. الضلع الأخير طول ديالو 1 2 3، 3 ديال التربيعات إلا قسمنا على 3 عطينا هي 1. إذا تصغير الشكل 3 مرات عطينا على هذا الشكل. نقسمنا أطول الأضلاع ديال الشكل 3، هنا كانت تعودنا 3، كذلك على جميع المضلعات. إذا هذا هو الشكل مصغر 3 مرات ديال هذا الشكل. دوزو للتمرين الرابع، أنقلو في دفتري وأرسمو تكبيرا للأشكال بمقدار 3 أضعاف. إذا هاد الأشكال بربعة غادي نرسمو تكبير ديالهم 3 أضعاف. إذا غنديرو أطوال أضلاع ديال هاد الأشكال في 3. ناخدو مثلا الشكل 1 2 3 4، غادي نبداو بالشكل المستطيل. لأن إلا بغينا نرسمو التكبير ديالو 3 أضعاف، إذا عندنا العرض طول ديالو مربع 1 أو تربيعة 1. إذا إلا كبرناه 3 المرات إذا غيولي الطول ديالو 3 ديال التربيعات. إذا غادي ناخدو 3 ديال التربيعات، 1 2 3، عندنا الطول ديالو 1 2 3 4 5، 5 ديال التربيعات، 1 2 3 4 5، 5 إلا ضربناها في 3 غتعطينا هي 15 تربيعة. إذا غادي ناخدو هنايا 15 تربيعة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. إذا غادي تجينا هنايا 15 تربيعة، غادي تجينا هنايا 15 تربيعة. نرسمو الشكل ديالنا يولي على هاد. الشكل الاول كان على هذا الشكل، يعني طول التربيعه ديال العرض ديال المستطيل كان هنا 1، هنا ولا 3، كان هنايا 1 2 3 4 5، ولا هنايا 15، درنا 5 في 3. اذا هذا هو التكبير ديال الشكل 1 3 اضعاف. دوزو الشكل الثاني اللي هو مربع، عندنا طول الضلع ديالو عدد التربيعات ديالو 1 2 3. إذا إلا بغينا نديرو الضعف ديالو 3 مرات، إذا غنديرو 3 في 3 عطينا هي 9. هذا المربع اللي غادي يكون على هاد الشكل. ناخدو 9 ديال المربعات، 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 ديال المربعات. ناخدو أيضا من 9 ديال المربعات
واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، تسعود ديال المربعات. إذا هذا هو التكبير ديال الشكل الثاني اللي على شكل مربعات. كان في الأول عندنا ثلاثة ديال التربيعات، طول ديال الضلع، هنا يولي عندنا تسعود ديال التربيعات، تسعود هي تسعود بما أنه مربع هي تسعود. إذا هذا هو التكبير ديال المربع، إذا هذا هو التكبير ديال المربع. دوزو لشكل ثلاثة، الشكل على شكل معين، عندنا عدد التربيعات ديالو القطر الكبير، عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا أربعة غادي يولي 12، إذا غندير أربعة في ثلاثة يولي 12 تربيعة. غناخدو القطر الأول للعدد ديال التربيعات ديالو 12، غناخدو واحد 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 جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش. ناخدو ده هو طول القطر الأول. هذا القطر الثاني عدد التربيعات ديالو واحد جوج، إذا غيوليو درنا جوج جوج ثلاثة غيوليو هما ستة. ناخدو هنايا النصف ديال القطر الكبير، وغادي نحسبو هنايا ستة ديال التربيعات، نحسبو ثلاثة الفوق وثلاثة لتحت، لأن هنايا عدد ديال التربيعات هنايا واحد جوج، غادي يجيونا ستة. إذا غندير نحسبو هنا واحد جوج ثلاثة، وغادي نحسبو عاوتاني من الأسفل واحد جوج ثلاثة. إذا الشكل غادي نرسموه، هذا هو تكبير الشكل ثلاثة لشكل معين. كان عندنا عدد تربيعات القطر الكبير واحد جوج ثلاثة أربعة، ولو عندنا هنا 12، وكان عندنا عدد تربيعات القطر الصغير كان عندنا جوج، ولو عندنا هنا ستة، درنا جوج في ثلاثة عطاتنا ستة، والقطر الكبير درنا أربعة في ثلاثة عطاتنا 12. إذا هذا هو تكبير الشكل ثلاثة ثلاثة ديال المرات. ندوزو للشكل الأخير، عندنا طول الضلع الأول واحد جوج ثلاثة أربعة، عدد التربيعات هو أربعة. إذا إذا بغينا نديرو التكبير ديالو ثلاثة المرات، ديرو أربعة في ثلاثة عطينا هي 12 تربيعة. إذا نحسبو 12 تربيعة، هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش. إذا ده هو طول الضلع بعد التكبير ثلاث مرات. إذا طول الضلع الثاني هنا واحد جوج ديال التربيعات، إذا بعد التكبير ثلاث مرات جوج ثلاثة عطينا هي ستة ديال التربيعات. إذا نحسبو هنا ستة ديال التربيعات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهي ستة، ستة ديال التربيعات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. عندنا هنايا طول الضلع الثالث هنا واحد جوج ثلاثة، ثلاثة ديال التربيعات، إذا درنا ثلاثة في ثلاثة عطانا هي تسعود، تسعود ديال التربيعات. أنا نحسبو تسعود ديال التربيعات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. إذا نحسبو تسعود ديال التربيعات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. إذا هنايا عندنا أنا الضلع أنا الجزء هذا فهو عدد ديال التربيعات هو واحد، إذا درنا ثلاثة غنحسبو هما ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. إذا هنايا ثلاثة، إذا طول ديال الضلع الأخير هو هذا. إذا تكبير الشكل أربعة ثلاثة المرات هو هذا. كان عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال التربيعات هنا ولاو عندنا 12، لو كان عندنا جوج ولاو عندنا ستة، لو كان عندنا ثلاثة ولاو عندنا تسعود،
هنا كان عندنا واحد جوج، هنا ولو عندنا هي ستة. اذا التكبير ديال الشكل ربعة ثلاثة ديال المرات هو هذا. دوزو للتمرين خمسة، انقل في دفتري ثم ارسم تصغيرا للشكل بمقدار النصف والون. اذا غادي نقلو هذا الشكل كما هو وغادي نرسمو التصغير ديالو بمقدار نصف، يعني على جوج. طوال الاضلاع ديالو كل ضلع غادي يولي يساوي مقدار نصف، يعني دي طول الضلع على اثنان. عندنا هنايا طول الشكل واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ديال التربيعات طول، وفي العرض واحد جوج ثلاثة أربعة. هنايا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. عندنا هنايا الطول ديال الشكل ثمانية ديال التربيعات، وفي العرض عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة. و عندنا هنايا أيضا في الطول ثمانية ديال التربيعات، ثمانية ديال التربيعات. إلا بغينا نرسمو هاد المثلث عدد ديال التربيعات ديالو، الضلع هنايا واحد اثنان، واحد اثنان، والضلع الثاني واحد اثنان. اذا نرسمو هنايا الضلع الثاني هو هذا، الضلع الثالث فهو كيساوي عدد المربعات واحد اثنان واحد اثنان. اذا غادي نرسمو هذا الشكل. وعندنا المثلث الثاني الضلع ديالو، طول الضلع ديالو هنا اثنان، وطول الضلع الثالث هنايا عندنا واحد جوج واحد اثنان. وعندنا هنايا هاد الشكل المربع، هاد المربع طول الضلع ديالو واحد جوج. يعني غادي ناخدو واحد اثنان واحد اثنان. عندنا هنايا واحد اثنان، يعني جوج ديال المربعات. وأيضا هنايا واحد اثنان، إذا غادي نحسبو هنايا. أيضا عندنا هنايا واحد اثنان، جوج ديال المربعات. إذا نبقى لينا هاد الشكل هو هاد الشكل. عندنا هنايا الطول ديالو هنايا واحد اثنان، جوج ديال المربعات، هنا واحد جوج. إذا هذا هو الشكل. إذا بغينا نرسمو النصف ديالو أو التصغير ديالو على اثنان، إذا غنرسمو أطوال الأضلاع ديالو على اثنان. إذا هنايا عندنا كما قلنا أنا طول الأضلاع يعني ثمانية ديال التربيعات، إذا غنديرو هنايا أربعة. كانوا عندنا ثمانية طول ديال ثمانية، نقسمناهم على جوج على ثمانية، قسمناهم على جوج عطيوناهم أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال التربيعات. كانوا عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة ديال التربيعات، هنا غيوليو عندنا اثنان. وأيضا هنايا كان عندنا ثمانية ديال التربيعات، هنا غيوليو عندنا أربعة، نقسمناهم على جوج، غيوليو عندنا هنا أربعة ديال التربيعات. ما غادي نرسمو باقي الاشكال. عندنا كان عندنا المثلث طول الضلع ديالو اثنان، غيولي هنا واحد طول الضلع واحد هنا، وكان هنا عندنا عاوتاني اثنان غيولي واحد. وغادي نرسمو باقي الاشكال هنايا عاوتاني. هنايا هاد المثلث كان عندنا الطول ديالو هنا اثنان، هنا غيولي واحد، وطول الضلع الاخر حتى هو غيولي واحد. وعندنا هنايا المربع، عندنا هنا مربع طول الضلع ديالو جوج المربعات، هنا غادي يولي واحد بعد التصغير، هنا غيولي واحد. هنا ايضا واحد، هنا ايضا واحد، وايضا في الضلع الاخير واحد مربع واحد. وقالينا هنا الشكلين الثانيين. هنا كان عندنا طول الضلع واحد جوج ثلاثة أربعة، هنا غيولي اثنان. هنا طول الضلع هنايا كان عندنا جوج، هنا غيولي عندنا واحد. إذا هذا هو التصغير ديال الشكل بمقدار نصف. كان عندنا ثمانية ولا عندنا أربعة، كان عندنا ثمانية ولا عندنا أربعة، كان عندنا هنايا أربعة ولا عندنا اثنان. باقي الأشكال فهما نصف ديال الشكل الأول. إذن هذا هو تصغير الشكل الأول بمقدار النصف.
دوزو لتمرين ستة، أنا أرسم تكبيرا للشكل بمقدار الضعف. إذا غادي نحسبو أطوال أضلاع ديال هاد الشكل، وغادي نضربو كل طول ضلع في اثنان. إذا عندنا هنايا أكبر ضلع، عندنا هنايا طول عدد التربيعات 1 2 3 4. إذا غادي يولي درنا 4 × 2 غيولي هو 8. إذا غنحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا هذا هو غادي يصبح طول الضلع بعد تكبيره في الضعف. هنايا الضلع الثاني 1 2 غادي يولي 4. 1 2 3 1 2 3 4 غادي يرون 4. طول الضلع الموالي عندنا 1 غيولي هنا 2. 1 2 طول الضلع الموالي 1 2 غيولي هنا 4. 1 2 3 4 هنايا 4. و هنايا طول الضلع 1 2 3 4 إذا غيولي 4. 1 2 3 4 هنا عندنا 1 2 غيولي 4. 1 2 3 4 هنا كان طول الضلع تربيعة وحدة، هنا غيوليو 2. هنايا كانوا 1 2 غيوليو 4. 1 2 3 4 إذا هذا هو تكبير الشكل بمقدار الضعف. ندوزو للتمرين 7، أنا أرسم تكبيرا للمستطيل الأحمر، المستطيل الأحمر بمقدار 3 أضعاف. إذا لا بنرسمو الضعف ديال المستطيل 3 أضعاف، غنحسبو طول لو عدد التربيعات ديال طول ديال المستطيل. هنا عندنا 1 2 3 ونضربها في 3 عطينا هي 9. إذا غادي نحسبو 9 ديال التربيعات، غادي نحسبو هنايا 9 ديال التربيعات. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا هنا غيولي الطول عدد ديالو 9 ديال التربيعات. هنا غيولي عندنا العرض طول ديالو ديال التربيعات هنا 2 غيولي هنا 6. 1 2 3 4 5 6 غيولي 6 ديال التربيعات. غنكملو الشكل. إذن هذا هو المستطيل بعد التكبير. هنا كان عدد التربيعات ديال الطول هنا كانوا 3، هنا ولاو 9، هنا كانوا 2، هنا ولاو 6. عندنا قياس مساحة المستطيل الأحمر. إذا قالك أحسب قياس مساحة كل شكل بالوحدة U، إذن هذه هي الوحدة، وأكمل بما يناسب قياس مساحة المستطيل الأحمر. قياس مساحة المستطيل هنا حسبنا، هنا شفنا شحال كاينة من U في المستطيل الأحمر. هنا كاينة 1 2 3 4 5 6، إذا هنا 6 كاينين 6. وقياس مساحة تكبير المستطيل اللي حسبناه هنايا، عندنا هنايا هنا كاين في العرض هنا كاين 1 2 3 4 5 6، وكاين في الطول كاينين 9. لو بغينا نحسبو المساحة غنديرو 6 في 9 كتساوي، نديرو 6 في 9 كتساوي هي 54. حسبنا على خدمنا بطريقة ديال حساب مساحة المستطيل، كتسالي كتساوي S تساوي L في L. هنا L هنا طول كتساوي 9 والعرض كيساوي 6. إذن هذا هو قياس مساحة تكبير المستطيل. هنا أضرب مساحة المستطيل 1 في 3 لأحصل على مساحة تكبير الشكل. هنا أضرب مساحة المستطيل 1 مساحة المستطيل 1 ل6 في 3 لأحصل على مساحة تكبير الشكل. لا، لأن 6 في 3 كتساوي هي 18، وهنا عندنا مساحة الشكل بعد التكبير هي 54. إذن الجواب خطأ، خصنا نضربو 6 في 9 لبغينا نحصلو على مساحة المستطيل الكبير. ندوزو للتمرين الأخير، تمرين 8، أنقلو الشكل في دفتري. نحاولو نقلو هاد الشكل في الورقة. هنايا عدد تربيعات الشكل بالكامل 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. هنايا في الطول 1 2 3 4 5 6 7، هنا 1 2 3 4 5 6 7، هنا 7. هنا غادي نرسمو المثلث الأول. هنايا عدد
الطول ديال الضلع هذا هذه التربيعات، 1 2 3 4 5 6 6 ديال التربيعات. اذا غناخذوا هنا 6 ديال التربيعات، 1 2 3 4 5 6 ناخذوا 6 ديال التربيعات. هنايا طول الضلع الثاني 1 2 3 هنا 3 ديال التربيعات، 1 2 3 غادي نرسموا مثلث او الضلع الاخير. عندنا هنايا نصف دائرة، هنايا نصف دائرة المركز ديالها هو النصف ديال هاد الضلع، غنحسبو 1 2 3 هذا هو النصف، ناخدو هذا هو النصف، إذن هذا غيكون هو مركز ديال نصف الدائرة. غنحاولو نرسمو الشكل، غنحاولو ناخدو بركار باش نرسمو هاد الشكل، غناخدو النصف هو هذا، وغادي نرسمو الشكل أو نصف الدائرة. إذن هذا هو الشكل، إذن عندنا هذا هو الشكل. عندنا السؤال الثاني، أرسم تصغيرا للشكل بمقدار الثلث. إذن غادي نرسمو تصغير ديال الشكل بمقدار الثلث. هنا عندنا عدد تربيعات 1 2 3 4 5 6، هنا عندنا 6، عندنا 3، إذا الثلث ديال 6، إذا 6 على 3 عطينا هو 2، وهنا 3 على 3 عطينا هي 1. إذا نحاولو نرسمو المثلث الأول، غنرسمو الضلع الثلث ديالو اللي هو 6 على 3 هو 2، غنرسمو ناخدو هنا جوج ديال المربعات، 1 2 جوج ديال المربعات، وهنايا 3، 3 على 3 عطينا 1، إذا ناخدو مربع 1. إذا هذا هو المثلث بعدد صغير 3 أجزاء أو 3 مرات. إذا غادي ناخدو مركز ديال نصف الدائرة بعدد صغير غيكون هو النصف ديال الضلع، هنا عندنا 1 2، إذا مركز الدائرة غيكون هو هذا او مركز نصف الدائرة. غنحاولو نرسمو الشكل مصغر، غناخدو بركار بطبيعة الحال، غادي نرسمو الشكل ديالنا. إذن هذا هو الشكل بعدد صغير 3 أجزاء أو صغير بمقدار الثلث. عندنا السؤال الأخير، أرسم تكبيرا للشكل بمقدار الضعف. إذن إلا بغينا نرسمو الضعف غادي نطول الأضلاع غادي نضربهم في 2 وغادي نرسمو الشكل ديالنا. إذن إلا بغينا نرسمو التكبير ديال الشكل بمقدار الضعف غادي نحسبو عدد ديال المربعات وغادي نضربهم في 2، عندنا 1 2 3 4 5 عندنا هي 6، غنحسبو غادي ناخدو 12 مربع أو 12 تربيعة، غنحسبو ناخدو 12 تربيعة، إذن غناخدو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، إذن 12 تربيعة. وعندنا هنايا مثل الضلع الثاني، عندنا هنايا طول ديالو 3 ديال التربيعات، 3 ديال التربيعات، إذن إذا درنا 3 في 2 عطينا هي 6، إذن غيولي 6 ديال التربيعات. 1 2 3 4 5 6، 6 ديال التربيعات. غادي نرسمو هنايا الضلع، نرسمو هنايا المثلث، هنايا هذا هو المثلث. بغينا ناخدو مركز نصف الدائرة، غنقسمو طول ديال الضلع على جوج، عندنا هنا يولو عندنا 12، إذا نحسبو هنا 6، 1 2 3 4 5 6، هذا هو النصف، 1 2 3 4، إذا هنايا 1 2 3 4 5 6، إذا هذا هو النصف. غناخدو مركز نصف الدائرة هو هذا النصف ديال الضلع، غادي نحاولو نرسمو الشكل، غادي ناخدو البركار بطبيعة الحال باش نرسمو نصف الدائرة، ناخدو المركز هو هذا.
then هدينا الشكل، هدينا الشكل على هكا، then هذا هو الشكل ب الشكل تكبير الشكل بمقدار الضعف. عندنا هنايا هذا هو الشكل ديالنا، هذا التصغير ديالو بمقدار الثلث، وهذا هو التكبير ديالو بمقدار الضعف. اذا غادي نكونوا سالينا اسئله الصفحه 88. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.